رح يبقى وطننا الملاذ الأول والأخير والوحيد إلنا. صرت أنا الأب والأم لأولادي الثلاثة. يبلاكي في قتلك مأواكي. البكي والحزن والقعدة إيدي على كفي. ما عاد في بابا إيده مشلولة ومن وقت ما بلش الحصار جبتي معك نقاط وبابي يشكو أليس هناك أياد شو ما عاد تشوفي علي أنا بس بيبقى للوطن شو أقوله جدايل وبكل جديل حكاية بنت سورية. وطلع خطيب سلامة من المعتقل طلع شخص تاني غير اللي بتعرفه. طلع والمعتقل عايش معه كل تفاصيل حياته وهذا الشيء خلق مشاكل بيناتهم هددت استمرار علاقتهم. مع بداية ثورة الشعب اللي طالب فيها بحقوقه المدنية كانت من أهم المطالب وقف الأحكام العرفية وإلغاء قانون الطوارئ اللي طال كتير من الشباب بدون ذنب. ومن هالشباب كان مازن، الشاب اللي حبيته واللي اعتقله النظام قبل موعد خطبتنا بثلاث أيام بسبب نقده النظام بمدونة على الإنترنت. هالحكي بسنة 2006 وانحكم وقتها 6 سنين بعد ما توجهت له أكثر من تهمة، منهم النيل من هيبة رئيس الدولة والاتصال بجهات معادية والخوض بقضايا بتمس أمن الدولة وغيرها من التهم الباطلة. بلشت الثورة بسنة 2011 وبلشت المظاهرات بأكثر من مدينة سورية. حاول النظام كسب تأييد الشعب من خلال بعض القرارات اللي كان بده يخدرهم فيها، ومنها قانون الطوارئ واللي أقر بداله قانون مكافحة الإرهاب وإطلاق سراح كل المعتقلين من السجون حتى بعض المعتقلين السياسيين. مازن كان من بين المفرج عنهم بموجب هذا القرار وكان باقي له سنة واحدة ليخلص فترة السجن اللي حكمت فيها المحكمة. ايه انحبس 5 سنين وأنا عم بستناه وهلأ رح يطلع ونكمل حياتنا سوا. أيام مرت عشت على أحر من الجمر لحتى إجا الخبر اللي ناطرته من سنين، مازن حر. عرفت الخبر من أخته اللي اتصلت فيني وخبرتني، بس وقتها حاكتني ما كان مازن بالبيت وما كان عنده لسه موبايل على قول أخته. اتصلت كتير وهو دايما برات البيت، ما قدرت ولا مرة أحكي معه. مروا 15 يوم على هالحالة لحتى بلشت شك إنه مازن مو منيح أو متضرر من السجن. لحيت على أخته تخبرني إذا كان في شيء أنا ما بعرفه، وكل مرة كانت تقلي مازن صحته منيحة لا تخافي، بس اعذري الله بيعلم شو شاف بهال5 سنين، أعطيه شوية وقت ليرجع يتعود على وجوده بيناتنا. استنيت كتير وما إجا اتصاله، وبعد طلعته بشي شهر كنت ماشية بشارع الحمرة قمت لمحت مازن. فكرت حالي عم بتوهم لأن كتير كانت تصير معي خلال ال5 سنين الماضية إنه يتهيأ لي إني لمحته، بس كان هو هاي المرة حقيقة مو وهم. وقفني وسألني كيفك؟ ما صدقت عيوني، كان هو بس بصورة تانية مع إنه صار له قريب الشهر طالع، بس لسه آثار التعذيب على وجهه وسنانه مكسورة كلها وشعره أبيض ونحيف كتير وبيتلفت حواليه أكتر ما يطلع قدامه. كان شكله بيوحي تماماً باللي آساه خلال هال5 سنين. جاوبته أنا منيحة، بس المهم أنت ليش ما اتصلت فيني؟ مو لازم نحكي؟ بلا لازم نحكي، بس مو هون مو هلأ لأني رايح على مظاهرة. واتفقنا على السريع على موعد نلتقى فيه بواحد من الكافيات اللي مو معروفة واللي ما بيفوتوها ناس كتير. استغربت اختياره وهو اللي كان بيحب مطاعم وأهاوي الشام القديمة بعجقتها، بس مو مشكلة، عن قريب رح أعرف سر هالغموض كله. التقينا وقتها والتقينا بعدها كذا مرة، وبكل مرة كان يختار مكان شبه فاضي من الناس وبيقضي الوقت عم يلتفت حواليه. وكل شي قاله بهالكم لقاء إنه هو خايف، خايف من كل شي وخايف عليه. كان عايش إحساس إنهم عم بيراقبوه كل الوقت وممكن يردوا يعتقلوه بأي لحظة، وكان الحل الوحيد برأيه إنه نهرب برات البلد. أنا بحبك وبدي إياكي، بس مو هون مو بهالبلد لأنه ما راح يتركونا بحالنا. تعالي نسافر على بيروت وهنيك نتزوج ومنقدم لجوء على شي بلد ومنسافر ونبني حياتنا بعيد عن هون.
فكرة السفر كانت لساتها مو مطروحة عنا كسوريين، وأنا كنت ضد الفكرة تماماً وقلت له بس أنا بدي أفرح بحالي هون ببلدي وبين ناسي، أنا ما استنيت كل هالسنين لأطلع هريبة وأتزوج بمكان غريبة بعيد عن أهلي. ولا هو كان يقتنع أنه فينا نعيش بالبلد، ولا أنا كنت أقتنع بفكرة السفر. وقتها كنت شوفه بالصدفة بالمظاهرات كان يعمل حاله ما بيعرفني، ووقتها سألته عن السبب همسلي وقال لي مالي مستبعد يردوا يعتقلوني، بس ما بدي إذا اعتقلوني يصلوا لك أو تنصابي بأي أذى. ما عاد تحملت خوفه وكتير من المشاكل النفسية اللي سببها المعتقل، وما تقبلت فكرة الطلعة برات البلد بهالطريقة. كان بدي وقت أكتر معه لحتى أفهمه وأفهم كل التغييرات اللي صارت فيه واستوعب كل مشاكله النفسية، وما فيني سافر معه هو غير الشخص اللي بعرفه. كنت حاسسته غريب وبدي وقت لأتعرف عليه، فقررت أني خيره، يا أما منتزوج بالبلد وبعد فترة منطلع وبهالفترة بكون تعودت عليه، أو مننفصل وبلا ما نكمل. جوابه كان إنه ما بيقدر يجازف فيني، وقراري كان إنه أنا ما أستمر بهاي العلاقة اللي كلها خوف وتردد. وفعلا هذا اللي صار، انتهت علاقتي أنا ومازن بسبب خوفه اللي ما قدر يتغلب عليه وإصراري اللي ما قدرت أتنازل عنه. وهيك انتهت علاقة عمرها 8 سنين بين سلام ومازن بسبب الخوف من المعتقل اللي كان ساكن مازن وتحول فيه لمرض مزمن. بقى هذا العمر اللي ضاع من سلام، مين بيتحمل مسؤوليته؟ مازن ولا النظام ولا هي لحالها؟ هي كانت قصة سلام الصغير اللي عمرها 35 سنة واللي بتشتغل مدرسة. سلام تركت دمشق سنة 2014 وهي مقيمة حاليا بألمانيا. رح يبقى وطننا الملاذ الأول والأخير والوحيد إلنا. صرت أنا الأم والأم لأولادي الثلاثة، يبلاكي في قتلك مقواكي، والحزن والقعدة إيدي على كفي ما حد فيها. البابا إيده مشلولة ومن وقت ما بلش الحصار جبتي معك نقاط، شو هذا الرجال بس يخاف أليس الله. هناك أياد تدق علي أنا، بس بيبقى للوطن شو أقولها. جدايل وبكل جديل حكاية بنت سورية. هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2017 بالتعاون مع شبكة الصحفيات السوريات ومدونة المرأة على